علامتين لو شفتهم تدرك ان احنا ثلث القدر. العلامة الاولى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول يطلع القمر فيها شق جفنة، رواه مسلم. يعني ايه؟ يعني تبص للقمر كده تحس ان هو مدور، عامل زي الطبق كده نصه منور، تحس انه منور بطريقة كده طريقة تشدك، والنص التاني مظلم مظلم كده شوي. طيب والعلامة التانية؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم برضو قال ليلة القدر ليلة سهلة طلقة، لا حارة ولا باردة، رواه أحمد بسند حسن. ليلة سهلة يعني ليلة كده مليانة انشراح صدر وسكون وهدوء وراحة بال، تحس كده ان انت جميل كده من جواك، تحس ان انت في راحة وسكون وهدوء كده، الله الجمال اللي في اليوم ده. طلقة يعني تحس كده ان السماء منورة، تحس كده ان واحنا لسه الصبح ولا ايه، ده الساعة 7 بالليل او الساعة 8 بالليل، في ايه يعني الدنيا منورة كده ليه؟ بتبقى منورة لان الملائكة بتبقى نازلة وطلع فيها افواج افواج. لا حارة ولا باردة يعني ايه؟ يعني تحس كده ان الجو ربيع، تحس كده لا هو ساقعة ولا هو حر، الجو جميل كده. اول ما تشوف الحاجات دي تدرك على طول ان احنا في ليلة القدر. لعلها تكون ليلة القدر. في رعاية الله، ما تنسوش تصلوا على النبي.